أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة لم تتبنى سياسة لتغيير النظام في إيران أو دفعه للانهيار. وأشار وزير الدفاع الأمريكي لأن الهدف الرئيسي من السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة هو تغيير سلوك إيران في الشرق الأوسط. وشدد ماتيس على أن الولايات المتحدة تريد من نظام طهران أن يغير سلوكه فيما يخص عددا من التهديدات التي يمكن أن يشكلها الجيش الإيراني ومخابراته ووكلائه ومن ينوب عنه.